أحبتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأرحب بكم أجمل ترحيب، وأقدم لكم حلقة جديدة من برنامج موصليات. هذه الحلقة سوف تكون بعنوان دار ابن الأثير للطباعة والنشر في جامعة الموصل. وعندما نتحدث عن جامعة الموصل لا بد أن نتحدث عن مطبعتها التي حرص أستاذنا المرحوم الدكتور محمود الجليلي، أول رئيس لجامعة الموصل سنة 1967، على تأسيسها، لما لها من أهمية في طبع الكتب والتعليمات والأدلة والصحف والمجلات التي كانت تصدرها جامعة الموصل. وفي كتاب الذي نشرته في السنة الماضية بعنوان 50 عاما من تاريخ جامعة الموصل، كتبت عن مطبعة جامعة الموصل. هذه المطبعة التي تأسست سنة 1970 باسم دار الكتب للطباعة والنشر، وفي سنة 1983 صار اسمها مطبعة الجامعة، وفي سنة 1985 سميت دار الكتب للطباعة والنشر، وفي سنة 1990 سميت دار الحكمة للطباعة والنشر، وفي سنة 2001 دمجت مع مطابع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسميت الدار الجامعة للطباعة والنشر والترجمة، وفي سنة 2003 استقرت على تسمية دار ابن الأثير للطباعة والنشر. الذي يهمني أن أقوله أنني وطوال خدمتي في جامعة الموصل والتي وصلت إلى 45 سنة، كنت على تماس مباشر مع دار ابن الأثير للطباعة والنشر، ففيها طبعت أكثر من كتاب، وفيها طبعنا موسوعة الموصل الحضارية، وفيها كانت تطبع مجلة الجامعة التي كنت أكتب فيها، كما ارتبطت بعدد من مدرائها بروابط الصداقة، وكما هو معروف فإن عدد العاملين فيها وصل قبل سيطرة عناصر داعش على الموصل وتدمير هذه المطبعة إلى قرابة 536 منتسبا، وفي أقسامها الإدارية والفنية والإنتاجية. من المدراء الذين تولوا إدارة دار ابن الأثير للطباعة والنشر الأستاذ أمجد عبد القادر زكريا، وهو أول مدير لها تولى إدارتها منذ سنة 1968 ولحد سنة 1983، وكان بحق مديرا متميزا، وعقبه الأستاذ المهندس أحمد نجم الصبحة منذ سنة 1983 إلى سنة 1998، ثم الدكتور سعد العناز والدكتور أبي سعيد الديوشي والدكتور رياض عبد الله العلاف والأستاذ ياسر حازم قاسم والدكتور أكرم محمود حسين، وتوالى عليها بعد ذلك المدراء. كان لدار ابن الأثير للطباعة والنشر نظام داخلي، ويتضمن رؤية الدار ورسالتها وأهدافها، فيتتولى طبع الكتب الجامعية والمساعدة، وكانت تطبع مجلات الجامعة الأكاديمية وعددها يزيد على 20 مجلة، وكانت تطبع أيضا مجلة الجامعة وهي مجلة ثقافية، ثم تطبع كذلك مجلة ومضاد جامعية وهي أيضا مجلة ثقافية، فضلا عن طبعها التحارير الخاصة بالجامعة، وكانت أيضا تشارك مطابع وزارة التربية في طبع الكتب المدرسية، كما تولت مطبعة جامعة الموصل طبع الملازم والأسئلة الامتحانية وما كانت تحتاجه كليات الجامعة من مستلزمات طباعية، وكانت المطبعة أيضا تطبع البحوث العلمية للتدريسيين
وكانت تعيد طبع بعض الكتب المنهجية بالأعداد التي كانت تحتاجها الأقسام العلمية في الجامعة والجامعات العراقية الأخرى. ومما يفرح أن مديرية دار ابن الأثير للطباعة والنشر كانت تطبع أدلة الجامعة وكتب التعريف بالنتاج العلمي والثقافي لمنتسبي جامعة الموصل ورسائل الماجستير والدكتوراه وفهارس بحوث التدريسيين في الجامعة والكثير من التقارير والتقاويم السنوية التي كانت تصدر في نهاية كل سنة دراسية. وكثيرا ما كانت دار ابن الأثير تستورد ما تحتاجه الجامعة من كتب علمية منهجية وفي مختلف الاختصاصات، وتقيم معارض الكتب السنوية، كما كانت تتولى استيراد النشريات الرسمية لدور الكتب ودور النشر العربية والعالمية بقصد إطلاع التدريسيين وطلبة الدراسات العليا على التطور العلمي في مختلف الاختصاصات العلمية والإنسانية. كانت المطبعة في بنايتها بشارع ابن الأثير قرب البارود خانة، وقبل انتقالها إلى الحرم الجامعي تتألف من أقسام، منها قسم التنضيد وقسم الطبع وقسم التصحيف والتجليد وقسم التصحيح اللغوي. ولا بد أن أذكر أن عددا من رجالات اللغة والتعليم والفنون الذين عملوا في الجامعة والذين كانوا خارج الجامعة كانت لهم أدوار في هذه المطبعة. وأذكر الأستاذ زهير شميران الذي عمل لسنوات في قسم التصحيح اللغوي، والمرحوم الأستاذ عبد الحميد الإحيالي الفنان التشكيلي الكبير، والأستاذ الفنان علي الدرويش، ومصور باكستاني لا زلت أذكر اسمه وهو زمان. جامعة الموصل قامت بطبع كتب وموسوعات مهمة في دار ابن الأثير للطباعة والنشر، لا زلنا نذكرها ونذكر بظروف إصدارها. ولعل من أبرز ما أنجزته دار ابن الأثير للطباعة والنشر موسوعة الموصل الحضارية المؤلفة من 5 مجلدات، وقد تحدثت عنها في حلقة سابقة من برنامجي هذا، برنامج موصليات. والشيء الجميل أن مديرية دار ابن الأثير للطباعة والنشر وبمسمياتها المختلفة وبتاريخها كانت تقوم بمهمة كبيرة في مجال استيراد الكتب العلمية والإنسانية وبأساليب مختلفة، وكثيرا ما كانت تتفق مع شركات عالمية من قبيل شركة ماك روهيل لترجمة بعض الكتب. ويقينا وأنا أتابع نشاطات هذه المطبعة أن أجد أن المسؤولين عنها ومدرائها الذين كانوا على قدر كبير من المسؤولية والإخلاص اعتمدوا على مجموعة من المبادئ وأساليب وآليات عمل رائعة كانت سببا في تحقيق نجاح متميز لهذه المؤسسة المهمة من مؤسسات جامعة الموصل. وكانت هذه الآليات تعتمد على التخطيط الدقيق في العمل واعتماد أسلوب خاص في اختيار طالبي العمل في المطبعة. نعم، كنت أرى مدير المطبعة يعقد اجتماعات أسبوعية مع المهندسين والعاملين في المطبعة للتداول في خطط رفع مستوى العمل. لهذا اكتسبت دار ابن الأثير للطباعة والنشر في جامعة الموصل سمعة طيبة ليس في الموصل وإنما في العراق وفي بلدان الشرق الأوسط والعالم. وكثيرا ما كنت أسمع إطراء عدد كبير من الأساتذة في الجامعات العراقية والعربية والعالمية وهم يشيدون بمطبعة جامعة الموصل التي اكتسبت مصداقية عالية جدا من خلال ما كانت تنتجه من كتب وكراريس وأدلة، وكذلك من خلال إقامتها للمعارض في القاهرة وفي بيروت وصنعاء والجزائر والبحرين
والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وكان لتلك المعارض دورها الفاعل في إيصال كتب ومؤلفات أساتذة جامعة الموصل إلى البلدان العربية وبعض البلدان الأجنبية مثل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. كانت مطبعة جامعة الموصل بحق الأداة الفاعلة في دعم الحركة الثقافية والأدبية والفكرية والعلمية والفنية، سواء بما وفرته من فرص متميزة لطبع النتاجات الأدبية والفنية، أو فرص متميزة في توفير المطبوع الثقافي بما تنظمه من معارض دورية، أو في مكان البيع المباشر في المركز الطلابي الذي يعود إليها وبأسعار مخفضة. في ختام هذه الحلقة لا بد لي أن أقول أن مطبعة جامعة الموصل وخلال سيطرة عناصر داعش على الموصل 2014-2017 ومن قبل ذلك خلال الاحتلال الأمريكي للعراق سنة 2003 تعرضت للتدمير وإلى السلب والنهب والتفكيك والحرق والسرقة. وللأسف الشديد فقدنا هذه الدار وأصبحنا نتحسر على أيام كانت تطبع كتبنا وكتب زملائنا، وكيف أنها كانت تصدر الكتب والأدلة والكراريس والتقارير السنوية وفهارس الكتب وكل ما كنا نحتاجه في مسيرتنا العلمية والتعليمية. والأمل كبير بالله سبحانه وتعالى وبالمخلصين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن يباشروا بإعادة إعمار مطبعة جامعة الموصل وإعادة تزويدها بالمكائن الحديثة لكي تعود لممارسة دورها الطباعي والثقافي. شكرا لإصغائكم، وإلى حلقة أخرى من برنامج موصليات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.